اولا شكرا لكم على الدعوه هذه، ومعكم يونس بن شريفه، السنه الثانيه بكالوريا شعبه العلوم التجريبيه، مسلك علوم فيزيائيه، ثانويه الرحالي الفاروق التاهيليه بالعطاويه اقليم قلعه سراغنا. صراحه بحال لي بحال جميع التلاميذ اليوم كنا كنتظروا نتائج امتحانات البكالوريا، حتى كنشوف راسي انني حققت اعلى نقطه على الصعيد الاقليمي. صراحه ما كنتش متوقعها، لكن ان شاء الله الحمد لله هذا الانجاز هذا كنهديه للوالديه والاسره ديالي جميعا، وكذلك الاساتذه ديالي اللي قراوني. صراحه هذه السنه سنه استثنائيه، لكن كنا اننا قبل في يعني في المواسم الدراسيه السابقه كنا اننا كنعتمدوا مجموعه ديال الموارد، يعني الدروس الحضوريه، دروس الدعم والتقويه، دروس عبر الانترنت، لكن في ظل هذه الجائحه وهذا يعني ان بقى لنا واحد المورد وحيد اللي هو الدراسه يعني عبر الانترنت، هو ما يتخلق لنا واحد المفهوم اللي هو التعليم عن بعد، اللي كان واحد المفهوم جديد بالنسبه لبعض التلاميذ، وكان انه كنعتبروا انه واحد التجربه زوينه دوسها كتلميذ من على الصعيد الوطني، كذلك التلاميذ كاملهم انهم غادي يكونوا دوزوا واحد التجربه مهمه في هذا التعليم عن بعد. صراحه كاين بزاف، مي اننا مثلا ولوج بعض المدارس ديال المهندسين ولا كليات الطب والصيدله، كذلك اننا نحقق المزيد من النجاحات والتالق في سواء في الحياه ديالنا الدراسيه سواء في الحياه ديالنا يعني عموما الاجتماعيه. هذا ما كان صراحه بحال جميع التلاميذ انك يعني ما كتكونش متوقع انك غادي تحقق واحد النقطه على الصعيد الاقليمي اللي تكون هي الاولى، يعني كاين واحد الاحساس رائع. بالنسبه للاصدقاء ديالي وعموما التلاميذ اللي اجتازوا امتحان ديال البكالوريا بنجاح، يعني حقوا المعدلات، كنقول لهم مبروك عليهم، ومزيد من التالق ان شاء الله والنجاح في الحياه ديالهم الدراسيه. وبالنسبه للتلاميذ اللي ما فوقهمش الحظ، ويعني انه كاينه واحد الدوره اللي هي دوره استدراكيه، وانه كنتمنى انهم يحالفوا من الحظ ان شاء الله، وانهم ينجحوا ويواصلوا المسيره ديالهم الدراسيه بواحد النجاح ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. انا بن شريفه عمر، ولدي يونس بن شريفه، وانا فرحان بهذه الاخبار السارة اللي جات، واليوم تنشكروا الأساسيدة اللي سهروا معهم وقراهم، وتنشكروا كاع الأساسيدة اللي وقفوا معهم، وتنباركوا لي ونباركوا الوليدات كاع اللي نجحوا معها، وليدات الناس، واللي ما ساعدهمش الحظ نطلبوا الله سبحانه وتعالى الدورة الاستدراكية غادي ينجحوا فيها ويديروا المجهود ديالهم، وما يكون إلا الخير، ومن توكل على الله فهو حسبه. النتيجة الحمد لله فرحانين بها، وتنشكر الله سبحانه وتعالى سخر لي سخر الأسلام كافة جمال. تتمنى لي أنا يكون شي طبيب كبير. أنا أماتي يونس بن شريفة، وأنا راني فرحانة لي بزاف، فرحانة لي بزاف، والله يسهل لي على الوليدات كاملين اللي نشوفهم.
السلام عليكم، شكرا على الدعوة. هذه راه مبادرة مزيانة اللي كتشجع الوليدات مازال باش يقراو ويزيدوا، مازال يقراو مزيان باش يتفوقوا في الحياة الدراسية ديالهم. أنا الأخت ديالي يونس فاطمة بن شريفة كنشتغل كطبيبة، حتى أنا كنت في حالو، حتى أنا قريت هنايا في العطاوية ووصلت الحمد لله ودرت كلية الطب والحمد لله أنا كنشتغل كطبيب، وكنتمنى لي التوفيق وجميع الوليدات اللي تفوقوا في الدراسة ديالهم، كنتمنى لهم حظ موفق وكنتمنى لهم المزيد من النجاح، وكنشجع الوليدات الاخرين اللي ما وفقهمش الحق انهم ما يجلسوش وما يوقفوش، بالعكس ما يوقفوش في داك الاستدراكيه ولا يتراجعوا، لا خدم مازال، راه ربي غادي يعاونك وغادي تنجح ان شاء الله. كنقدم الشكر ديالي لجميع الاساتذه لانهم عندهم فضل كبير 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 بزاف عندنا، حتى انا الحمد لله راه وصلت بالمجهود ديالهم الحمد لله. اييه كنت انايا في باك 2009 جبت 16.61 مسلك علوم تجريبيه، علوم تجريبيه مسلك علوم حياه والارض. الحمد لله حتى انا كنت كلاسيت هي لا بروميير في اقليم قلعه السراغنه ديك الساعه في الشعبه ديالي، وكنت نلت جوائز في قلعه السراغنه من طرف السيد العامل، ونلت جائزه اخرى على مستوى الجهه في الولايه بمراكش. وبغيت واحد الملاحظه، بغيت نقول ان نفتخر الحمد لله ان كنتمي لمنطقه العطاويه واقليم قلعه السراغنه، راه هي تزخر بتلاميذ متفوقين الحمد لله اللي وصلوا ومازال تزخر كذلك بتلاميذهما هادو اللي ان شاء الله غادي يكونوا دي فيتور ميدساي دي فيتور انجينيور ان شاء الله، والله يوفقهم. وهادشي اللي كنقولوا هادو. شكرا. انا الاخ ديال يونس بن شريفه، هو الصراحه هاد النتيجه اللي جاب، انا بالنسبه لي انا ما كانش زعما كنت متوقع انه غيجيب نتيجه مزيانه، لانه هو عودنا من بدايه المسار الدراسي ديالو، عودنا على نتائج مشرفه ودائما كيحتل مراتب مشرفه. يعني كانت انا عندي بالنسبه لي انا كانت النتيجه عاديه. علاش؟ لانه اولا كان كيخدم مزيان، واحد التلميذ اللي ما كتحتاجش انك تبقى تهضر معاه ولا تقول له شنو يدير ولا هذا، واحد التلميذ اللي منظم حياته عارف شنو كيدير. وبهذه المناسبة هذه ما ننساش، أولا كنتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأساتذة اللي قراو خلال المسار الدراسي ديالو من الابتدائي حتى الثانوي، وكما كنوجه أو كنتمنى النجاح في المسيرة الدراسية لجميع الناجحين في امتحانات البكالوريا، وكذلك اللي ما وفقهمش الحظ كنتمنى لهم النجاح إن شاء الله في الدورة الاستدراكية. وشكرا.